رجعنا مع عبدلي. رجعنا مع عبدلي شو تايم. قبل ما نتعداو للحدث نتاعنا نتاع توا، حدث كبير ياسر تستنى في تونس، حاب نقول لكم كان تحبوا تربحوا كرهبه تبعثوا اس ام اس في حرف ا ل 85 899، وتوا باش نقدم لكم كالكو جوار من الهوند بال، لانه كاس افريقيا للامم الجمعه الجايه، وان شاء الله تكون في الفينال، وان شاء الله تكون شامبيون دافريك كي العاده. دونك من ابطال المنتخب التونسي بتاع كرة اليد نستقبلوا وسيم هلال، كمال علويني، محمد السلوسي. مرحبا اخويا، حسستوني قزم بحذاكم قسما عظم. انا نورمالمون طولي عادي، يتسمى الطول النعناعي عادي، معناها لاني قصير لاني طويل سافا هكا، ولا هكا سافا، لكن معك انت صاحبي حسيت روحي كل عرفت حجر. هذا يا هذا هذا ديما جيب هذا 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 سافا معايا اموري به. لا جيتك قبل السبيكتاكل وفرحت بيك. لا فرحت بيك وانت باش نفرح بك هنا. لا بالحق انت زاد طولك صاحبي ما يبقى يقلق ياسر. قول قول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بون راو جاني واحد من الباسكيت مره ذاك اسمه صالح عاد ما عادش نعتبره انسان عبد انا نعتبر مثلا استدعوا لي بلاصة افريكا، استدعوا لي بلاصة هنا انتوما سافا نجم نطلع لك هكا صحيح. هاي تفضلوا الاولاد دق اقعد ساعه. الاولاد مرحبا بكم، مبروك ساعه التتويج وش يسميوها تتويج كاس افريقيا ايوه اللي فاتت انتوما اللي لي تونون دو تيتر معناها هكا ولا دونك تحسوا رواحكم فافوري نو في كاس افريقيا؟ ما فماش فافوري مش فافوري، هي قبل كل شيء تظاهره هذيا معناتها حاجه كبيره وحاجه هامه برشا لبلادنا. كي نشوفوا دراب وتونس ديما الفوق، احنا تو تونون دو تيتر معناتها مشينا 2018 ماكش ماشي نامبورت كي، معناها ميسي تونون دو تيتر يلعب ماشي بطل يلعب، معناها حتى بتتر انت تبدا خايف اونتر نو، هما يبداو قاري لك حساب اخر مش يلعب كيما مع التونون دو تيتر كيما مع واحد مثلا كلاسيه درا قديش. هي راهو كل مباراه تحقيقتها راهو فهمت؟ تنجم تدخل معناها المباراه تقول انا باش نربح 100% خاطر سيرتو في الهوند جو رابيد وكل، دونك ما تنجمش تقول قبل الطرح صحيح فافوري مونتالمون بسيكولوجيكمون، مي في التيران معناتها فما حقيقه اخرى فهمت؟ وما تلوات هذوما معناتها سيرتو مع مصر وتزير معناها هذوما سي سون دو ديربي فهمت؟ إذا لعب سيغ دي بتي ديتاي لازمك تكون كونسونتري، موا دو فو تكنيك فهمت؟ معناتها سي با ما تنجمش تحكم من الأول تقول تربح 100% فهمت؟ فوزيت دي بروفيسيونيل أنتوما تلعبوا في دي زيكيب أوروبيان تبارك الله ما شاء الله، تصفيق عليهم الأولاد منورين. أنت شكون يلعب في رومانيا؟ أنت تلعب في رومانيا فوالا، أنت في فرنسا؟ زوز في فرنسا مونبيلي ديجون. يا به لعبت تشامبيونز ليغ انت؟ محمد فاز بالتشامبيونز ليغ. ها؟ فاز بالتشامبيونز ليغ. معناها من ابلو الراجل من الفايزين بالتشامبيونز ليغ اوروبيان ها؟ مع مونبولي معناها ايكيب صحيحه مونبولي. 2018 يا با لونتون عام معناها. وي عام يفرق برشا تخرج لبرا تلعب مش كيما في تونس سي سيور، وهذا الكل يرجع لليكيب ناسيونال. مش كيما من الاول تلقى 5 6 جوار برو، كيما في الاخر تلقى تو بين عام ناول وسنا عن بريسك 11 12 جوار برو. بارك الله يمشي يقوى العدد، يمشي يقوى والنيفو يولي مع الكيب نتاع الكيب ناسيونال يمشي يقوى. باهي باش نسالكم سؤال برجوليه جاوبوا، خاطر نعرف بعض ساعات رياضيين وتقول ما نحبش نعمل مشاكل، الدنيا مش طالب منكم تعملوا مشاكل. مالوريزمون ولا سكي بيزار في تونس حاجه مش عاديه، انه الكرة القدم هي الرياضه الاولانيه في تونس واللي فيها اكثر فلوس وفيها اكثر درشنو وفيها ومدلين وخلاصات وما نعرفش، ممكن شهريهم يهربوا برشا بجماعه الهوند وجماعه الفولي ودرشنو، لكن براتيكمون بالارقام معناها وبالتيتروات الهوند هو اكثر حاجه جاب التيتروات لتونس. باش نعطيكم مثلا مينيموم العباد ما تعرفش، ظهر لي في الهوند عندنا 10 مرات شامبيون دافريك. الفوت ظهرني مرة واحدة. نحن راهو في تونس توا التراديسيون معناها ما نفرحوا كان كي نهزوا معناتها ندخلوا في كومبيتيسيون كوب دافريك، لوبجيكتيف سي باش نهزوا التيتر فهمت؟ اي بون ما نعرفش في الفوت سي فري تحسن توا المستوى سي فري، مي نحن لوبجيكتيف تاعنا نهزوا التيتر.
ما ندخلوش معناتها كومبيتيسيون كوب دافريك معناتها بوغ افواغ اون دوزيام بلاس او تخوزيام بلاس سي با لوبجيكتيف لوبجيكتيف سي لو تيتر وان شاء الله بقدرة ربي جي سي كونفيون معناتها هي ما اما ما جاوبتونيش ما تحسوش روحكم مظلومين بارابور للفوتبول اللي هو شعبية أكثر وفلوس ودنيا وديستار وواحد وانتم اللي تجيبوا في التيترويت أكثر تونس أقل شهرة وأقل فلوس ظهر لي في تونس هنا نو شوف هو في العالم الكل الرياضة الشعبية الأولى هي الفوت مي الهوند في تونس كيما نهزوا برشا تيترويت سورتو عندنا دي تيتر أفريكان دونك نورمالمون يتلهاو أكثر بالهوند فوالا أنا في فرنسا مثلا عندهم الفوت والهوند الهوند لهين بيه كيما الفوت بريسك فوالا معناها دونك كيما هو يوري ليماج نتاع البلاد كيما يعطيوه معناها البلاد تعاون البلاد تعطي الفيدراسيون عندها فلوس الفيدراسيون تعاون برشا تعمل ديستاج في 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 بلدان دي زيروبيان وكل شيء دونك هنا في تونس صحيح مازال ناقصين شويه ان شاء الله بالتيتر هذا اللي العباد الكل تو حاطين ليد في ليد باش نهزوه ان شاء الله نرجعوا الهوند كالعاده اون بلوس التيتر هذا راهو كاليفيكاتيف للجيز اولمبيك معناتها 2020 دونك معناتها تهز التيتر هذا تلقى روحك فوالا ديريكتومون ديريكتومون تسخى كاليفي للجيز اولمبيك معناتها هي حاجه تريز امبورتونت معناتها سانسيرمون بور لافنير دو هاندبال تونيزيان فهمت ان شاء الله معناتها جي سوي كونفيون اترافير معناتها البريباراسيون معناتها اللي عملناها نتصور قدرة ربي معناتها اوني فيغ لو بون سونس باهي انتوما صحيح توا دي برو تلعبوا لبرا في الاوروب والدنيا لكن انتوما جيتوا من دي جروند زيكيب تونيزيان اللي كان في الاسبيرونس واللي كان في الكلوب واللي كان في في الايطوال بصراحه فماش ريفاليتي تجبدش هذيا بعد ساعات ما بيناتكم ديما او الدربي اي بالحق فما ريفاليتي هكا ولا كيفاه هو مكرب كانوا في الكلوب وانا وسيم كنا في الاسبيرونس اي فما ريفاليتي هكا تبربيش ودنيا بيان سور قبل هي راهو هي راهو كي تخرج تلعب البرة تتبدل شويه العقليه الحقيقه معناها خاطر في تونس كنا معناتها الديربي تحضر لاصحابك واحد وهم ميم تو تلقانا في الكيب ناسيونال كالخوات فهمت فما موجوده ريفاليتي وديما نقعدوا نذكروا في الهيستوريك نتاعنا نتاع قبل كيف فما تنبيرات و... معناها بيان سور فما سورتو كي نربح ماتش نجي عندنا استاج الجمعه الجايه من... ديت تنبير من تو جيت تقول شكون اكثر واحد ينبر ظهر لي هذا النباره ها لا لا مش بقى. ما عليكم تزرعوا عقلين هكا والله ما حتى شيء منه شيء ذي في التيرا والدنيا واحد باهي باش نسال سؤال اخر ما عنده حتى علاقه بالاسئله نتاعي فما تشلبيق في الـ في الـ في الهوند جوارات في بعضها مش معناها ايكيب تدور على بعضها ليكيب الاخرى معناتها في وسط الماتش في وسط الماتش شنو تشلبيق ضرب معناها بكوره دزه هكا راك لك ما حاجه يضرب حاجه ميشونت صغير ويضرب برشا ها شنو هي تتكلم صاحبي والله اكثر على الضرب خاطر شويته شكون هو اكثر واحد يضرب ما يراش ما يراش الاربيتر خاطره صغير آه. اما اخويا كي يضربك ما يعاودلكش كي يضربك ما يراش الاربيتر تحسها ما تراهاش تحسها هكا هو يضرب يضربك انت معاه ولا وقت لعب ضده ضربك لا اللي يلعب ضده يضرب اللي معاه ما يضربوش اه مش عارف انا شميتي شميتي نموت على شميتي عليه خاطر كجود واحد فيهم يزمك تسلبق والدنيا صغير وحاير صغير وحاير هاو بدا يتسيب تو بدا حكينا على البروفوكاسيون الاولاد خلينا نحكيو بصراحه نعرفوا مليح اللي المنافسه في الكوب دافريك باش تكون كبيره ياسر والمنافسه الكبيره الصحيحه الحقيقيه هي مصر لا والله ما نوافقكش اه لا ولا لا خاطر ماتش بار ماتش كيما خاطر ما تعرفش شنو ينجم يصير معناتها سورتو لي ماتش معناتها مع لي زيكيب افريكان معناتها نحكي لافريك نوار تلعب مع الكاميرون مره عمرها ما هزت لي زيكيب افريكان عمرها ما هزت ما معناتها تخاف من الضرب معناتها كوب دافريك لا مازوش عمرهم ما هزوا كوب دافريك هزوها العرب معناها مصر تونس الجزائر فوالا اكثر ثلاثه هزوا معناها النهائي ديما متوقع فما تونس والجزائر ومصر في سيرتون سيرتو حسب رايي تونس ومصر يعني في الاخر حتى الجزائر راهو عندهم ترين جروند ايكيب معناتها ترى عندهم لا جو نو دوت با مي نحكي على اللي قاعد يتقال في الكواليس ولا بور لا بتيت استوار في الجابون حتى حد ما حطنا باش نهزوا كوب دافريك الحقيقه معناتها مشينا اوتسايدر معناتها حتى حد ما قال جنراسيون هذه باش تهز خاطر الحقيقه معناتها في الوقت هذاك مصر فافوري علينا فهمت دونك مشينا ماتش بالماتش فهمتني انا نقعدوا نحكيوا مع بعضنا وعلى ساعة كل شيء معناتها كل شيء ممكن معناتها على وقتها في سور بابي معناتها مصر اقوى منه
والعباد الكل حتى حد ما ينكر شيء هذا. دونك بالعزيمه وكل شيء ما تعرف التوانسه بقلوبهم. فما قلب وجرينتا والجو هذاك ورضايه الوالدين. اي قيام الليل. قيام الليل صحيح. الدنيا الكل. بالحق فما شكون والله كلمها اقسم بالله وقول لها ابو 50 يستناو. قيام الليل. امك تدعي وجماعه كل ماتش. ربي يفضلهم لك. باهي ربي يفضلهم. مادام حكينا على الجابون والفينال هذيك في الكونتر ماستر والتيتر اللي هزيتوه. خلنا نتذكروا لي ديرنيي مومون نتاع الفينال هذاك وان شاء الله نعاودوا نعيشوا التتويج اكايا جمعتين اخرين. زوج ثواني مبروك لتونس مبروك لتونس البطوله الافريقيه في نسختها العاشره واليكم الصور ومبروك الف 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 مبروك للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي ولا اروع ولا اجمل ولا احلى من هذه المباراه. افرح غني وهز علم تونس. علم تونس والحمد لله يرفرف عاليا اعلى من كل الاعلام رغم كل شيء رغم اللي تقولوه. علم تونس يبقى اعلى من كل الاعلام. تونس بطلت افريقيا كره يد كره طايره وكره سله. برافو لتونس. قولوا شو تحبوا على تونس رغم الاصابات رغم الغيابات. وائل جلوز ما مشيش. مصباح الصانعي وسام البغامي بسبب الاصابه. امين بنور تعذر الاصابه. محليه المومون فما امل ان نعاودوا نعيشوا لحظات كيف نادي في التيران تاعنا اليوم في التيران تاعنا قدام جمهورنا نو صحيح. اليوم في التيران تاعنا في نلعبوا في رادس ان شاء الله تكون الصاله معبيه وان شاء الله نعاود الفرحه هذه خاطر الفرحه هذه انا كانت لي اول مره نفرح كيما هكا. ان شاء الله اليوم 2020 نبداوه بالتيتر هذا ونفرحوا تونس الكل ان شاء الله. برجوليه نعرف تو باش نحطك في مازق اما بهذي بنهي فرحت اكثر بهذيا ولا بالشامبيونز ليغ اوروبيان مع مونبلي. مش كيف خمم قبل ما تتكلم راهو مونبلي فيهم شكون يفهم بالتونسي زاد راهو مش كيف كيف. اما بلادك تقعد ديما بلادك ما احلاها. بلادك تقعد ديما بلادك ما احلاك صح. باش نعطيكم السيري نتاع اسئله تجاوبوني عليها الكل واضح. موجهه لكم الثلاثه كل واحد يجاوب واضح. كل واحد منكم باش يحكي لي شنو احلى ذكرى عاشها في المنتخب. انا احلى ذكرى عشتها في المنتخب 2006 عملنا فينال كوب دي موند ربحنا السويد في السويد ربحنا الدنمارك دومي فينال وفينال خسرنا مع كرواتيا ضربات جزاء. هذيك استسلموا احلى ذكرى وزيدهم زيد كوب دافريك المغرب 2012 اللي هزتنا للجوز اولمبيك عملنا كارد فينال جوز اولمبيك كالعاده خسرنا كونتر كرواتيا في الكارد فينال. كمان انا عشت الكوب دافريك 2012 اللي هي كاليفيكاتيف مع بعضنا وكان بينومي هو وسيم اللي هي كاليفيكاتيف جوز اولمبيك. اما الحقيقه 2018 راك شفت معناتها الصوره تعبر على تعبر على كل شيء خاطر مشينا حتى حد ما كان حد فينا الامل باش نربح فهمت. علاه ليكيب ناسيونال وقتها تعبه شنو الحقيقه؟ لا مش تعبه. لا 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 مش تعبه معناتها العباد الكل معناتها في مخاخهم مصر باش تهز. مصر قوية وقتها؟ اي فهمتك. فهمتني؟ علاش مصر قوية في ال كيما احنا 2014 فزنا على مصر في المجموعات وفزنا عليها في النصف النهائي وفي النهائي خسرنا ضد الجزائر. فهمتك اي. معناتها ديما على ماتش راهو فينال ساسوغاني معناتها ما فماش هذايا شكون فافوري وشكون لا. ماتش فينال ما تنجمش تعرف شكون 60 دقيقة. في هذاك ليكيب ناسيونال ضيعت برشا وقتها في الدقائق الاخرى راهو ضيعت برشا وقتها ليكيب ناسيونال في الدقائق. دونك يقعد لي احسن يقعد لي احسن مو الفرحه هذيك ولا ليموسيون هذيك ما ان شاء الله نعاود نعيشها هنا. انا فزت بدو كوب دافريك ان شاء الله جامي 203 ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله الثالثه على شكل ان شاء الله كلنا تونس مع بعضنا ان شاء الله. محمد انت 2018 انت من 2018 وليت تترفل في اللي تيت اول كوب دافريك لا 2018. شنو اخيب ذكرى ديسيبسيون؟ فما دي مومون خايبين معناها اخيب ذكرى كي تخسر فينال كوب دافريك كي تتعب معناتها بريباراسيون اخيب خساره اخيب خساره اخيب حاجه معناتها التعب الكل سيرتو معناتها نحن ديما مطالبين باش نفوزوا باللقب فهمت؟ اي معناها هذه تحس بالتعليق عرفت بها سي هذه عملت فينال وخسرت العباد ما معناتها ما ترضاش معناها في تونس اي سنه سنه معناها والتاريخ بتاع تونس يقول هكا معناها فهمت.
نحن الحقيقه نحب نقول معناتها رانا معاملين على تويست الكل في سندونا ويجيو معناتها الراد قدره ربي معناها في المباريات الكل ويشجعونا خاطر سي تريز امبورتون حتى سيكولوجيكمون سا انفلو معناتها حتى علينا نحن وحتى على الادفيرسير زاد فهمت ان شاء الله نلقاو السوتيان تاعهم اللي معودين به. نذكروا ساعه لسيريموني دوفرتير باش تكون حلوه برشا لو سيس باش يكون فيها ان شو كبير برشا من عرض الزياره باش تكون فيها ام ماتش دو غالا سبيكتاكل كبير برشا ندعو الجمهور باش يمشي يحضر خاطر من غاديكا يبدا تشجيع المنتخب نتاعنا يبدا من الاول حاجتهم بينا مورالمون كيما نحن حسنا بهم زاده باش يربحوا لنا باش يفرحوا. باش نكمل لك سؤال اخي بسوفونير عندك. بالنسبه لي انا ولا بالنسبه؟ بالنسبه ليك انت. قطر 2015. قطر عليه؟ شامبيونا دو موند 2015. حسيت روحي مش حسيت روحي. تظلمت. نستنى فيك باش تقول تظلمت، علاش الظلم؟ تظلمت، موجود الظلم، موجود، أما الحمد لله حتى أنا اليوم راني. خانها ذريحة قالت مسحورة؟ لا. تمشي طول للظلم؟ لا، كان جات خانها ذريحة قالت مسحورة، راني ما عملتش كات شامبيونا دو موند، راني ما زيدش دو كوب دافريك، راني ما شاركتش في جوز أولمبيك، راني ما عنديش أكثر من 16 سنة. شنو هو الظلم اللي صار؟ لي ما معناتها بار اكزومبل عملت بريباراسيون لعبنا كونتر المانيا ربحنا لعبنا كونتر بولونيا ربحنا اونترنور خدم بيا وقتها ومن بعد حطني جرادان دونك فهمتني غاضتك من بيان سور غاضتني خاطر جا جوار اخر ما عملش بريباراسيون ولعب في بلاصتي من غير ما بيان سور غاضتني وعلاش انت تنحيت حسب رايك؟ ما تنحيتش انا جرادان جرادان اي علاش؟ اخي بحاجه خاطر انا قصيت بيه دافيون قصيت بيه دافيون لمرتي ولدي نوجه لهم تحيه هما في رومانيا وعندي بنوته زادت لي ربي يفضلهم جوري نبوسهم ونحييهم برشا وربي يفضلها مرتي اللي هي لاهي بيهم غاديكا وحدها خاطر السونساسيون اللي حبيتهم هما يتفرجوا فيا دونك رسات لي نتفرج معاهم هما في معليش انت على البنك مش بنك جرادان 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 شنو الفرق بين جرادان؟ جرادان تتفرج معناها جرادان مواطن على روحك تصفق اي فوالا اتعس معناها اي علاش كيفاش جوار يكون يلعب يحطوا جرادان؟ بخاطر بيان سور توا حتى احنا توا في الافكتيف هذايا مش الكل معناتها باش نجم نكمل نجم واحد منكم غدوه لونترونور يقول هذا منكم جرادان وانتم ماشيين تلعبوا سيتي شوا سيتي شوا باهي سؤال ديليكا شوي حبكم تخموا فيه مليح إذا كان عندك القدرة باش ترجع تو واحد من الملاعبية القدم اللي ما عادش يلعبوا تو وتدخلوه في اللي كيف الإفكتيف نتاعكم باش تلعبوا به في الكوب دافريك اليوم شكون الملاعبي تو اللي تختاره كل واحد يختار لي جوار نتاعو نبدا أنا ابدا وسامحني خاطر كيما نقولوا كان عرصة في الكيب ناسيونال هو اللي كان هو اللي كان اتاكون صحيح كان اتاكون كبير ومن بعد لافي ان بليسيور ان بليسيور في الكتف نتاعو دونك ولا ديفونسور كبير. داكور. كيف كيف. وسام حمام؟ نفس الموضوع؟ ان ليدر كان. ها؟ ان ليدر. ان ليدر؟ انت يقدم من ما نجمش نختار انا. ها؟ ما نجمش نختار انا. ليه عاد يلزمك تختار لي وحاجة. والله ما نجم نختار خاطر كل صحابي وعشت معاهم وكلهم مرة اي مش مدخل صحبي اخي سير صحابهم انت خلطت زاد على جوار ما نجمش نظلم واحد على واحد معناتها كله معناتها عطاو للكيب ناسيونال لعبوا هزوا دي تيتر دونك ما نجمش نختار ملاعبي بركة سي امبوسيبل بالنسبة لي انا توا سامحني نحط كونترونور اي باش تقول لي ليه صحابي ما نختارش ونختار ما باش تختار حسب الافكتيف اللي عندك معناها هذوما توا عندهم قالوا وسام حمام عندهم مشكله مع الملاعبيه الكل ما قالولوش عليهم وسام وسام زاد سي ساسيرما معناتها عطاه لتونس عطاه الكره التونسيه و ست جوار معناتها فريمون اللي يستحق يكونوا معنا اليوم معناها كي تكملوا تحلوا قهوي كيما جوارات كيف كنت ليه انا حليت قهوه بيان سور بيان سور تمخميخه الاخرى تمخميخه عندي ريستورون زاد مرحبا بكم مش قبل نعطيكم العجز والمقارن والسسمه والهرقمه يلزمكم الهرقمه انتم تو اي وعقد به عندي سؤال اخر شكون عنده اكثر حيد في المنتخب تو امين بنور قوه في التير فورس دو فلوب امين بنور صار امين شكون فما اخر امين مصباح امين بنور ومصباح الصانع لي زارير بتاع ليكيب هما معناتها عندهم اكثر فورس سي نورمال تو كي تلعبوا براد فير في ليكيب ناسيونال تلعبوا براد فير انا شكون يطيح الاخرين الكل؟
كان تلعبوا سيبوزون لعبتوا. لا ما عبناش معكم فريق تاع براد فير والدنيا وين؟ اما ما غير ما نلعبوا مصباح الصناعي متصور يلعب مع حتى حد تبارك الله. بالحق؟ والله. لا تبارك الله عليه، صلي على النبي. ما شاء الله. فورس دو لا ناتور. فورس دو لا ناتور. تبارك الله عليه. تعرفوا لبعضكم كل واحد بالتالون نتاعو يقول لك هذا فورس دو لا ناتور، هذا يد قويه، هذا دريبل كيما انت تشلبق وتضرب والدنيا ودماغات في التيران. احنا نفهمك سي بور لا بتيت استوار، فهمتني؟ كل واحد عنده دي كاليتي، فهمتني؟ كل واحد عنده دي كاليتي. بار اكزومبل انا محمد فارد بوست، محمد سي بلوس معناتها تيرور بلوس كو موا، انا اكثر على البينيتراسيون، على ديبوردمون اكثر. معناتها الفيزيك بعد ساعات ديما افونتاج، كي شويه قصير شويه طويل، فكي تبدا طويل يعطيك ديزافونتاج اللي مش عند القصير، والقصير تعطيك ديزافونتاج اللي طويل ما ينجمش. بيان سور القصير اللي بلو رابيد كو طويل، سي نورمال، فهمت؟ كما قال لك لي بينيتراسيون وكل حاجه تذوك من كل واحد بالطويل. في الدنيا ما قلتش انا نلعب حتى انا تشامبيونز ليغ، انا ومكر ميساوي ومين بنور و10 ماتشات ما خسرنا حتى ماتش. بارك الله عليك، صح، برافو عليك. هو الميساج اللي تحبوا توصلوه للجمهور اليوم يجيكم ويدز معاكم ويشجعكم، لانه ليكيب ناسيونال انتوما في حاجه لهذا ونحن في حاجه لهذا. كلمه الختام لكم انتوما، صاحبي ربي يوفقك. انا اول حاجه نحب نوجه زاد التحيه لزوجتي وزوج صغاري سليم وعزيز، اللي زاد هما معناها عاملين ساكريفيس معناتها بعد، هما في فرنسا تو انا في تونس، فهمتني؟ ثاني حاجه نحب ندعو التوانسه معناتها باش يجيو يساندونا سانسيرمون، انا بزوان دو معناتها باش يعبيو سالتراكس، خاطر باش يعطينا معناتها قوه اكثر معناها ويدزونا لقدام. ان شاء الله يا ربي نفرحوهم ونفرحوا تونس الكل، اللي معناتها سانسيرمون تونس اليوم مستحقه والتوانسه مستحقين الفرحه والضحكه اللي معناتها بعدت عليهم شوي. ان شاء الله نفرحوهم يا رب. سافي بليزير اللي جينا بحذاك اليوم، نورتوني بالحق، وحتى الجمهور يعطيهم الصحه، موش دي كومبليمون ما عنديش الورد. ان شاء الله معناتها الكوب دافريكا هذايا نمشيو درجه درجه، لازمنا نكونوا واقعيين وبقدره ربي نحطوا طول مويان، فهمتني؟ باش الكوب دافريكا هذايا تبات كان في تونس والتوانسه الكل يفرحوا، وان شاء الله كلنا توانسه وتونس كل مع بعضها ان شاء الله. ان شاء الله. محمد ميرسي بور لانفيتاسيون ديجا، و نحب نشكر عائلتي الكل اول حاجه. ثاني حاجه نحب نوصل ميساج للتوانسه ونقول لهم الكوب دافريكا هذيا راهو نجموا نهزوها كل ما بعضنا، ما نجموش نهزوها جوارات وحدنا، لازم الجمهور الكل يجي ويعبيو سالترادز ويعملوا بريسيون على الادفرسير، وان شاء الله نهزوها الكوب دافريكا هذيا ونفرحوا التوانسه الكل ان شاء الله. ميرسي الاولاد، معاكم الجمهور الكل، معنا تونس وربي معنا ان شاء الله. من لوسيس حتى الفينال 26 ان شاء الله، ان شاء الله تكون تونس هي بطل افريقيا، وان شاء الله زاد لو سبور يتفوق والاسبري سبورتيف يتفوق. ميرسي نو شامبيون، ربي يفضلكم. ميرسي عايشك صاحبي، ربي يفضلكم.